السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى سبيله واتبع منهجه وسار على دربه إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا، إنه جواد كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ثم أيها الإخوة، تطرقنا في الدرس السابق إلى أشراط الساعة الصغرى، وذكرنا لكم ثمانية أشراط من الأشراط الصغرى تدل على قرب وقوع الساعة. فأولها كان بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: بعثت أنا والساعة كهاتين، أشار بالسبابة والوسطى ومدهما. ثم ثانيها كان موت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم فتح بيت المقدس وهذا الثالث، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم وهذا الرابع، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا وهذا الخامس. وكل ذلك جاء في حديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الصحيح، أنه صلى الله عليه وسلم قال: أعدد 6 بين يدي الساعة: موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. والحديث كما ذكرت لكم رواه البخاري. ثم ذكرت لكم الشرط السادس من أشراط الساعة الصغرى، وهو أن تلد الأمة ربتها. والشرط السابع أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتغير حالهم من فقر إلى غنى، ويكونون سادة الناس وملوكهم. والشرط الثامن تطاول هؤلاء في البنيان. وذكرنا لكم آنذاك معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها، وسقت لكم كلام ابن حجر رحمه الله تعالى في تلخيصه لأقوال أهل العلم في هذا الشرط، وكيف أن ابن حجر رحمه الله تعالى قد لخص أقوال أهل العلم وردها إلى 4 أقوال. معنى أن تلد الأمة ربتها ردها إلى 4 أقوال، وقرأته عليكم وكان كلاما طويلا فيه شيء من الصعوبة، وسأذكره لكم الآن بشيء من الاختصار ووضوح اللفظ. فقال ابن حجر رحمه الله تعالى أن معنى أن تلد الأمة ربتها ذكر أهل العلم فيها 4 أقوال. القول الأول: كثرة الفتوحات، فيكثر السبي ويكثر استيلاد الإماء، ثم يكون ولد السيد بمنزلة السيد لهذه الأمة. هذا هو القول الأول. واستبعد هذا القول ابن حجر رحمه الله تعالى، قال: لأن ذلك كان موجود في زمن النبوة، والمراد ليس هذا، وإنما المراد شيء يحدث آخر غير الذي كان في زمن النبوة. القول الثاني: بيع السادة أمهات الأولاد فيكثر تداولها حتى يشتريها ولدها وهو لا يعلم، هذا القول الثاني. القول الثالث: أن تلد الأمة حرا من غير سيدها، إما بوطئه شبهة، أو إما بنكاح أو إما أن تلد رقيقا بنكاح رقيق أو مثلا بزنا، ثم تتداول هذه الأمة حتى يشتريها ولدها. ما الفرق بين هذا الثالث وبين الذي قبله؟ هذا فرق يذكر في كتب الأحكام الفقهية، من يعرف أحكام الرق يعرف الفرق بين هذين الأمرين. المهم أن هذا هو القول الثالث. القول الرابع، وهو الذي رجحه ابن حجر رحمه الله تعالى، أن يكثر العقوق في الأولاد فيعامل الابن أمه معاملة السيد لرقيقه،
أن يكثر العقوق في الأولاد فيعامل الولد أمه معاملة السيد لأمته والسيد لرقيقه من الإهانة والسب والشتم والضرب كما كان الحال عليه آنذاك. وقد رجح ابن حجر رحمه الله تعالى هذا الأمر وذكر أن أشراط الساعة يراد منها أن تقع عند تغير الأحوال وانتكاس الأمور وتبدل المفاهيم، وحينئذ تظهر هذه الغرائب. فمن ضمن هذه الغرائب أن يكثر العقوق وأن تعامل الأمهات من أولادهن معاملة السيد لرقيقه، وهذا ما ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى ورجحه. فالخلاصة أن هذه الأقوال الأربعة هي خلاصة كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى عن هذا الشرط، وهو أن تلد الأمة ربتها. هذه ثمانية علامات من علامات الساعة الصغرى. اليوم سأتكلم عن علامة واحدة تندرج تحتها عدة علامات ظاهرة كلها داخلة في هذه العلامة، ألا وهي ظهور الفتن. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي. فكسروا قسيكم وقطعوا أوتاركم واضربوا بسيوفكم الحجارة، فإن دخل على أحدكم فليكن كخير ابني آدم. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. وهذا الحديث واضح الدلالة في أن بين يدي الساعة فتنا كثيرة. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث آخر: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها. آخرها متى؟ قبل قيام الساعة مباشرة. وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضا، بمعنى أنها تأتي الفتنة ثم تأتي بعدها فتنة أخرى، فيقول الناس أن الفتنة التي قبلها كانت رقيقة باعتبار هذه الفتنة التالية، هذه الفتنة التالية عظيمة باعتبار ما قبلها. هذا معنى يرقق بعضها بعضا. وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. الحديث رواه مسلم. وقد ظهرت هذه الفتن وظهر كثير منها، وكان بداية ظهور هذه الفتن من المشرق، وقد جاء ذلك أيضا عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فإن ابن عمر سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق يقول: ألا إن الفتنة هاهنا، ألا إن الفتنة هاهنا، ألا إن الفتنة هاهنا، من حيث يطلع قرن الشيطان. والحديث متفق عليه. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم قرن الشيطان أي قوة الشيطان وأتباعه. وعن ابن عباس أيضا أن نبينا صلى الله عليه وسلم دعا فقال: اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا، وبارك لنا في شامنا ويمننا. فقال رجل: يا نبي الله، وفي عراقنا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن بها قرن الشيطان وتهيج الفتن، إن الجفاء بالمشرق. والحديث أخرجه الطبراني ورجاله ثقات. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وأول الفتن كان منبعها من قبل المشرق، فكان ذلك سبب من الفرقة بين المسلمين، وذلك مما يحبه الشيطان ويفرح به، وكذلك البدع نشأت من تلك الجهة. والفرق كلها أيها الإخوة أو أغلبها نشأت من بلاد المشرق، الروافض والخوارج والجهمية والمعتزلة وفرق الصوفية أكثرها خرجت من قبل المشرق، وهذا يصدق حديث نبينا صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك حصل مقتل عثمان رضي الله عنه في السنة 36 من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين
أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل من حوله عن الفتنة التي تموج كموج البحر في حديث طويل، فأجابه حينئذ حذيفة رضي الله عنه بما يحفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبره بأنه لا بأس عليه منها، أي لا بأس على عمر رضي الله عنه من هذه الفتنة، وأن بينه وبينها بابا مغلقا. فقال عمر رضي الله عنه: أيفتح الباب أم يكسر؟ فقال حذيفة رضي الله عنه: لا بل يكسر. فقال عمر رضي الله عنه: ذلك أحرى أن لا يغلق. ثم أخذ حذيفة ثم أخبر حذيفة رضي الله عنه أن هذا الباب هو عمر رضي الله عنه. وبالفعل حين قتل عمر رضي الله عنه على يد ذلك المجوسي ظهرت الفتن، ظهرت الفتن، وتألب الناس على عثمان، وأدى ذلك إلى الخروج عليه رضي الله عنه. فتألب الناس وقدموا من العراق ومن مصر حتى حاصروا عثمان رضي الله عنه في بيته، ودخلوا عليه بيته وقتلوه وهو يتلو كتاب الله سبحانه وتعالى، بل وكان صائما، وسمي رضي الله عنه بشهيد الدار. فكان هذا مبتدأ الفتن بين المسلمين وتفرق المسلمين، وكان ذلك مبتدأ الفتن حتى في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم أشرف في يوم من الأيام على أطم من آطام المدينة، والأطم هو البناء المرتفع، ثم نظر إلى المدينة وقال: هل ترون ما أرى؟ فقالوا: لا يا رسول الله. قال: فإني لأرى مواقع الفتن تقع بين بيوتكم أو خلال بيوتكم كمواقع القطر. والحديث رواه مسلم. ثم بعد قتل عثمان رضي الله عنه حدثت موقعة الجمل، وكانت بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها وطلحة والزبير رضي الله عنهما، وهذه الموقعة حصلت في السنة 36 من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم حصلت موقعة صفين، وموقعة صفين جاء ذكرها في حديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، حين قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة، دعواهما واحدة، سبحان الله. والحديث متفق عليه، وهذا كان بين علي ومن معه ومعاوية ومن معه، وقتل في تلك الموقعة موقعة صفين أكثر من 70,000، والله المستعان. وها هنا أيها الإخوة تنبيه مهم جدا، وهو أن ما حصل بين الصحابة رضي الله عنهم من فتن مذهب أهل السنة والجماعة فيه بالإجماع الإمساك عنه، وعدم الكلام فيه، وعدم الخوض فيما حصل بينهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وذكر أن الآثار المروية عنهم في مساويهم إما أنها مكذوبة، وإما أنه قد زيد فيها ونقص، وإما أنه غير عن وجهها. واعتقاد أهل السنة والجماعة في الصحابة رضي الله عنهم الذين وقعوا في هذه الفتنة أنهم إما مصيبون مجتهدون مصيبون، وإما مجتهدون مخطئون، والجميع معفو عنهم. وهذا قد جاء في أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. والحديث في الصحيح. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الصحيح حين سئل: من خير الناس؟ قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقد سئل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عما حصل من شجار بين الصحابة وفتنة، فقال: تلك فتنة عصم الله منها سيفي، أفلا أطهر منها لساني؟ إن مثل الصحابة مثل العيون، ودواء العيون ترك مسها. وجاء أيضا عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه سئل عما حصل بين الصحابة فقال رضي الله عنه: شهدوا وغبنا، وعلموا وجهلنا، واجتمعوا فاتبعنا، واختلفوا فوقفنا. إذن نحن نقف عن مساوي الصحابة رضي الله عنهم وعما حصل منهم في هذه الفتن، ونعتقد أن الجميع منهم معفو عنهم،
وأنه مغفور لهم ذلك، وهم بين شخصين، إما مجتهد مصيب وإما مجتهد مخطئ. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن الصحابة وما حصل بينهم فقال: ما أقول فيهم إلا الحسنى، فكن أنت كذلك. ولذلك هذين الأمرين ذكرت لكم أنهما من أشراط الساعة دون الخوض فيهما وما حصل بين الصحابة في ذلك. ثم بعد ذلك أيها الأخوة ظهرت الخوارج في سنة 38 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بداية ظهورهم لما انشقوا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد موقعة صفين ونزلوا حروراء، فأرسل إليهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عباس رضي الله عنهما فناظرهم ورجع بعضهم ودخلوا في طاعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ثم بعد ذلك خطب علي ابن أبي طالب رضي الله عنه في الكوفة، فاجتمع من حوله الخوارج في ذلك المسجد وتنادوا: لا حكم إلا لله. وهذه مقولة الخوارج الشهيرة، وحينها قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه مقولته الشهيرة: كلمة حق أريد بها باطل. ثم كان من الخوارج أن قتلوا خباب بن الأرت وزوجته رضي الله عنهما، وبقروا بطن زوجة خباب بن الأرت وأخرجوا ولدها من بطنها. فلما علم علي بن أبي طالب رضي الله عنه سأل الخوارج عن من قتل خباب وزوجته، فقالوا: كلنا قتله. فتجهز علي بن أبي طالب رضي الله عنه لقتالهم، ثم التقى بهم في موقعة النهروان الشهيرة في سنة 38 وهزمهم شر هزيمة، ولم ينجو منهم إلا القليل. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج بأنهم من أشراط الساعة، فقال كما في الصحيحين: سيخرج قوم في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوما القيامة. ثم بعد ذلك حصلت موقعة الحرة في عهد يزيد بن معاوية في سنة 63، واستبيحت فيها مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقتل فيها جم كثير من الصحابة رضي الله عنهم. ثم بعد ذلك ظهر القول بخلق القرآن، وكان ذلك في عهد العباسيين، وتزعم ذلك في ابتداء الأمر المأمون، ثم تطور الأمر إلى أن انجلى بعد ذلك. ثم بعد ذلك من ضمن الفتن حصل اتباع الأمم السابقة، كما عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله كفارس والروم، قال: ومن الناس إلا أولئك. وهذا الأمر أوضح من أن يشرح في قضية اتباع الناس لمن قبلهم من فارس والروم ومن أهل الكفر والشرك والعياذ بالله. واعلم أيها الأخ المسلم أن هذه الفتن لها أمرين عظيمين تنجو بهما منها. الأمر الأول الابتعاد عن هذه الفتنة، ففي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي خير فيها خير من الساعي، من يستشرف لها تستشرف له، ومن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعذ به. وهذا هو الأمر الأول الذي ينجيك من الفتن، الابتعاد عن الفتن وعدم الاستشراف لها. والحديث في الصحيحين: ولا تتكل في ذلك على إيمانك وقوة يقينك، فإن الله جل وعلا قال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فالفتن إذا أتت أخذت البر والفاجر. وكان من جميل ما يقال مما كان يتمثل به السلف: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتدت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. فالفتنة أول ما تكون تأخذ معها البر والفاجر. وانظروا كيف أن الصحابة رضي الله عنهم وقعوا في الفتن وهم خير الأمة، وهم خير هذه الأمة، فكيف بي أنا وأنت وقوعنا فيها إن استشرفنا لها أو لا وأحرى. والأمر الثاني مما يقيك من الفتن العبادة القرب من الله جل وعلا. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر كما في الصحيح قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي، العبادة في الهرج كهجرة إلي. وقد فسر النووي رحمه الله تعالى بالهرج
أنه الفتن واختلاط الأمور. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلبي وقلوبكم وعملي وأعمالكم، وأن يردنا إليه ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.